بكرة إن شاء الله بعثة المنتخب الوطني بتغادر القاهرة الساعة 3 العصر للعاصمة الكينية نيروبي علشان تواجه منتخب كينيا يوم الخميس القادم بإذن الله، وكلنا على أمل أن منتخب مصر في الجولة الخامسة يحسم بطاقة تأهل جديدة لنهائيات أمم أفريقيا. علشان نتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل قبل ساعات قليلة جدا جدا من سفر منتخبنا الوطني، بيشرفني العزيز جدا على قلبي فعلا مدير الفني لنادي بلدية المحلة كابتن رمضان السيد، اللي عنده كمان ماتش يوم الخميس مهم جدا جدا مع فاركو، مباراة الموسم ومش أي موسم طبعا. صح؟ أكيد. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة، عشان برضو جاي لنا من السفر. السفر برضو. أصل بص أقول لك حاجة، أول ما بتطلبوني أنا طبعا لا يمكن أتأخر. أنت علينا يا كابتن. أنت بتشرفنا دايما يا كابتن بصراحة، بتشرفنا دايما، ولقائك دايما هنا في البيت الكبير بيسعدنا وبيسعد كل جماهير النادي الأهلي، وبنتمنى لك التوفيق زي ما بنتمنى التوفيق لمنتخبنا. أكيد حضرتك كمان مباراة إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة الصعود إن شاء الله بإذن الله. يعني أتمنى لك التوفيق يا كابتن. الله يخليك، أنا كل سنة طيبين وأنت طيب. حضرتك بألف خير. عايز تبدأ بإيه؟ والله يعني لو نتكلم على ملف منتخبنا. نتكلم على ملف منتخبنا لأنه موضوع مهم. ماشي. وهو الحدث الأبرز إن شاء الله زمالة سهام بكرة إن شاء الله على طيارة خاصة بيسافر منتخبنا. شايف الرؤية الفنية لمباراة كينيا عاملة إزاي؟ بوجود كمان خماسي مميز جدا، عارفين حجازي ان شاء الله هيسافر من السعوديه على كين على نيروبي دايركت، في وجود خماسي محترف، كل اللعيبه ما شاء الله على مستوى بدني او مستوى فني عالي جدا، بالاضافه للاعيبه النادي الاهلي الزمالك بيراميدز وخمس لعيبه من انديه مختلفه. شايف التوليفه الاول دي ازاي، وازاي تساعدنا ان شاء الله لعبور طبعا محطه كينيا؟ اولا انا عاوز اقول حاجه هاني الحقيقه. فضل. احنا منتخبنا اختلف اختلاف كبير جدا 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 عن الاربع خمس مواسم الاخيره. احنا كنا مسمين يا سهام بمنتخب صلاح، محمد صلاح. صحيح. ويمكن كان يقول لك حتى خطه اللعب العب بصلاح. اعتقد ان احنا بقى عندنا الحقيقه عناصر مهمه جدا. طبعا هو صلاح اهم عنصر موجود عشان كلنا، طبعا عنصر يعني من اهم العناصر اللي موجوده، لكن بقى عندنا في اضافات الحقيقه. النهارده عندك مصطفى محمد مفروض ان هو من المهاجمين المميزين جدا الحقيقه، اذا كان في المسابقه المحليه او لما راح رحله الاحتراف، بعتبرها لغايه دلوقتي رحله احتراف ناجحه الحقيقه، وعنده مميزات كتيره جدا. يعني زي ما بنقول عنصر السرعه مثلا موجود عند محمد صلاح بشكل كبير جدا جدا. احنا لاول مره من فتره كبيره جدا يبقى عندنا مهاجم عنده عنصر القوه وعنصر السرعه، وفي نفس الوقت مميز جدا من اميز المهاجمين اللي جم في الفتره الاخيره في التعامل مع الكرات العرضيه، الكرات العاليه تعامل معها بشكل يعني نموذجي. عنده كمان ميزه، وانت حتى مضغوط وتبتدي تحط الكره في مساحات ليه، عنده السرعه. أيه. ان هو ممكن كمان يعمل لك اختراقات في العمق كمان ويروح بالحاجات اللي هي على الارض. الحاجة التانية، انت النهاردة عندك الحقيقة تريزيجيه ناحية الشمال. مزبوط. اولا هو عامل موسمين، الموسم اللي فات والموسم ده الحقيقة يعني مع استون فيلا طبعا. طبعا مع استون فيلا الحقيقة مميز جدا جدا، وتريزيجيه الحقيقة بيعرف يخترق وبيعرف يعمل جبهة ناحية الشمال. مزبوط. وبيعرف يشتغل مع راس الحربة وبيعرف يربط مع صلاح، فبرضك ده برضك عنصر مهم جدا. العنصر اللي انا كمان بضيفه الحقيقة، واللي هو انا بشوفه ان هو في تميز في كل مباراته الاخيره، قفشه. صحيح. قفشه في كل مباراته الاخيره هو نجم. يعني بقى عندنا اولا لعيب، تحس ان لعيب بقى لعيب متمكن. انا بحس ان قفشه دلوقتي بقى عنده مثلا خبره مثلا 20 سنه في الملعب، ازاي بيلعب الناس اللي حواليه، ازاي عمل الحقيقه كمان، او مستر موسوماني الحقيقه عشان برضك ما ننكرش فضل الراجل برضه، هو كمان دخلوا ال 18 بشكل كتير جدا. بيجيب جوال كمان. طبعا صحيح. بيجيب جوال وفي نفس الوقت حاسمة. حاسمة طبعا. طبعا. يعني مثلا ايه، دايما البلاي ميكر بتلاقيه مثلا ان هو بيلعب المجموعه اللي قدامه بس، لا قفشه كمان اضاف ان هو اولا بيسدد، وبيسدد تسديد مؤثر. صحيح. بيحرز. أيوة. بيه اهداف. صح. والحاجه الثانيه بيعرف يخش ال 18. مظبوط. انت في كل مبارياته بتلاقيه مثلا في حدود خمس ست مرات هو على البنالتي، بيخلق فرص لنفسه كمان. طبعا بيخلق لنفسه وكمان بيتواجد في الحاجات العرضيه. مظبوط. فده برضك اضافه قويه جدا. يعني انت النهارده محمد هاني الحقيقه وايمن اشرف، رغم ان انا بختلف الحقيقه، يمكن انا حتى يمكن ممكن اختلف مع حسام البدر حتى، لاني
انا بشوف ان ايمن اشرف من افضل المساكين اللي كانوا موجودين في الفتره اللي فاتت. لو انا بعمل تقييم ماليش دعوه باسماء، انا ماليش دعوه في اسماء كبيره الحقيقه، يعني اسماء حجازي في الونش في علي جبر في اسماء كبيره، لكن انا بشوف لو انا لو انت بتعمل تقييم لافضل مساك في الفتره اللي فاتت انا بشوف ان ايمن اشرف. ايمن اشرف بس هي كان طبعا احمد فتوح باك شمال نادي الزمالك كان هو مرشح انه يلعب كباك شمال، وايمن اشرف ممكن نستفيد بيه في قلب الدفاع، يمكن خروج احمد فتوح ودخول عبد الله جمعه. عبد الله جمعه لعيب مميز لكن الخبرات الدوليه قد تجبر الكابتن او مش تجبره او يعني بتضع حسابات شويه ان ايمن اشرف يبدا باك شمال في هذا البوزيشن، وادى فيه بشكل اكتر من رائع ما فيش شك. ادى بشكل اكتر من رائع، لكن انت مقتنع بيه سيرد باك؟ لكن انا طبعا هي التقييم كده صحيح، التقييم بيقول هات كل المباريات اللي لعبها ايمن اشرف في سهام في المباريات المحليه او في المباريات في دوري الابطال، ايمن اشرف لا من اللعيبه اللي عملوا تطوير في ادائهم، اعتقد يعني طفره كبيره جدا جدا صحيح. جدا طفره صحيح. رهيبه في اداء ايمن فرق. اشرف طبعا اولا موقف واحد ضد واحد هايل هايل واحنا مش بنتكلم كمان على مباريات محليه، احنا بنتكلم على بايرن ميونخ، بنتكلم على كمان مشوار كاس العالم للانديه المشوار الافريقي في كل المباريات هو نجم. بقول لك موقف واحد واحد 10 على 10، المواقف اللي هي فيها الرقابه لا ده عمل طفره كبيره جدا في الرقابه رغم ان هو اوقات يا سهام بيلاعب مهاجمين طوال القامه، هو التوقيت بتاعه لا بيشتغلوا بشكل وسيع، التعامل في الكرات العاليه هايل. يعني حضرتك بتتكلم يعني اجماليا ان المنتخب ما بقاش منتخب بس بنقول بنطلق عليه منتخب محمد صلاح، تحول هذا المنتخب الى منتخب كره جماعيه طبعا. حضرتك بتتكلم ان كل طبعًا. الخطوط عندك في كل خط اكتر من نجم، عندك تقدر تلعب كوره جماعيه مش الاعتماد بس على قدره محمد صلاح على الاختراق او سرعاته، لا انت عندك تنوع، عندك قفشه في الكرات البينيه، عندك تريزيجيه في نص الملعب ممكن النني يقوم بدور كويس، الاطراف كويسه، محمد كمهاجم مصطفى محمد راس حربه كويس، ما بقاش منتخب الاسم الواحد زي لا. ما حضرتك بتتكلم. احنا قعدنا فتره كبيره سامي الحقيقه كنا بنقول منتخب محمد صلاح. ايه اللي يقلق كابتن حسام البدري؟ هو الحقيقه تحدث عن ثلاث اشياء بتقلقه هو تحديدا، يعني يمكن بيتكلم على اجواء كينيا، كينيا حر في التوقيت ده ومطر في نفس ذات التوقيت. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون ما مستعدش لمباراه كينيا اللي جاي يوم الخميس ديت بالشكل الامثل مثلا. اصابه اللعيبه، ارهاقهم، تلاحم المباريات زي ما كنا بنحكي، فدي اكتر الاشياء يمكن اللي بتؤرق جدا كابتن حسام البدري. ايه اللي ممكن يقلقه تاني؟ بص انا هقول لك حاجه يا سام، اولا يمكن الفتره الاولانيه لما لعبنا مباراتين كينيا تعادلنا فيهم اللي تعادلنا فيهم الحقيقه احنا الفتره كان الدوري موقوف 50 يوم صحيح، واللعيبه ما بتتمرنش واللعيبه ما بتلعبش مباريات، وحتى اللعيبه اللي بره برده نفس المشكله، محمد صلاح ما لعبش معانا اي مباريات خالص الفتره اللي فاتت دي خالص. فبالتالي فعلا كان عنده حسام البدري ممكن نتمس له ان هو يبقى في قلق عنده لا، لكن حاليا دلوقتي احنا بقينا ممكن نبقى زي المنتخبات الاوروبيه زي منتخبات في العالم كله. احنا النهارده اي منتخب اوروبي بيجي قبل المباراه ب 48 ساعه وهو المدرب بس بيعده ان هو هيلعب ازاي وهيشتغل ازاي وطريقه اللعب والحاجات دي كلها، وهم خلاص يمكن هم ما عندهمش وقت. يا كابتن رمضان يمكن دي حاجه ممكن تقلق، ان انت النهارده بكره قبل ما يسافروا بدري هيعمل لهم تدريب قبل ما يطلعوا الطياره. فدي حاجه ممكن تقلق ان انت ما استعدتش فعلا بشكل كويس للمباراه اللي جايه. لا فكره الانسجام الهارموني بين اللعيبه دي برضو بقالهم فتره طويله من وقت توجو. انا بشوف يا هاني العناصر اللي مع حسام البدري محترف. او مع الجهاز الفني عناصر، انت بتتكلمي في 5 محترفين احنا كان زمان مثلا بنقول محترف في الدوري التركي او في الدوري اليوناني او احنا عندنا محترفين في افضل دوريات العالم يعني مسابقات اللي هي الجامده جدا والقويه جدا جدا جدا. فبالتالي مجرد بس ان انا كمدير فني انا بحط خطه اللعب بتاعتي وهلعب ازاي
وهوظف اللعيبه بتاعتي ازاي. واعتقد ان انا في خلال ال 48 ساعه هبتدي اوصل فكري للعيبه. والاجنده الدوليه كمان يعني ما بتسمح يعني انت يا دوبك 48 ساعه وبتسافر وتلعب مباراه. ولا الاجنده الدوليه هنا هتسمح ولا الاجنده المحليه هتسمح. صحيح صحيح. ده احنا بنلعب يعني كل 3 ايام مباراه. وعشان كده اعتقد كمان كان شيء ايجابي اعتقد في وجهه نظر واخد وجهه نظر حضرتك دايما معسكرات المنتخب بيتم ضم 28 لعيب على سبيل المثال، وقبل السفر بيبقى في تقريبا 22 او 23 لعيب هم اللي بيسافروا. النهارده كابتن حسام اعتقد بيفضل ان ال 28 كل القائمه تسافر تحسبا ل يعني هم الحمد لله عملوا مسحه هنا، لكن تحسبا بقى للمسحه هناك في كينيا لان هيعملوا مسحه كينيا ممكن لا قدر الله حاله سلبيه تظهر، فقرر ان ال 28 او القائمه كامله تسافر ان شاء الله بكره معاك. طبعا وده فكر صح 100%. طبعا احنا في الظروف اللي احنا فيها دي ظروف كورونا الحقيقه احنا لازم نسافر بال 28 لان احنا ما نضمنش ايه اللي هيحصل هناك اسام بعد المسحه اللي احنا هنعملها هناك. فده الطبيعي يعني. لكن انا بس بتكلم في النقطه اللي هي اللي صح ممكن تكون بتزعج الناس او تقلي الناس او تقلي حسام حتى ما عادتش موجودة. انا بقول لك اولا احنا برضك من لاول مرة من فترة كبيرة جدا احنا لعبتنا المحلية جاهزة بتلعب اتنين كل ثلاثة ايام اربع ايام مباراة فبرضك احتكاك قوي جدا جدا. المنافسة السنة دي او الموسم ده مش منافسة عادية، منافسة قوية جدا. كل المباريات على مستوى عالي جدا. انت النهاردة اي فرقة اي مباراة بين فرقتين مهما كان ترتيبهم ما ينفعش تتوقع نتيجة الماتش بالظبط. ما ينفعش تقول ان ده هيكسب. فعشان كده المنافسة قوية. المنافسة كانت في فترات او المواسم اللي فاتت كانت المنافسة بتتحسم بدري جدا ومفيش منافسة على المركز الاول او البطولة. هتلاقي مثلا المنافسة كلها كانت بتبقى في صراع الهبوط الحقيقة، لكن لا حتى المنافسة المحلية منافسة قوية جدا. ايه اللي النصيحة اللي كابتن رمضان السيد ممكن يهمس بيها في ود كابتن حسام ويقولها له قبل ماتش كينيا وجزر القمر كابتن رمضان؟ النصيحه يعني هي مش نصيحه قد ما انا عارف ان حسام مديرين الفنيين طبعا عنده خبرات كبيره جدا جدا الحقيقه، اذا كان مع النادي الاهلي او اذا كان في رحلاته الحقيقه الخارج مصر، اذا كان المريخ او الهلال السوداني. اعتقد ان حسام عنده خبرات كبيره جدا جدا الحقيقه. لكن انا بقول له ان احنا عندنا افضل خمسه تقدر تهاجم بيهم، يعني انت من ضمنهم مثلا في واحد من افضل ثلاثه لعيبه في العالم محمد صلاح، عندك النهارده مصطفى محمد يمكن الدوري الاسباني الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي كل الناس بتتكلم عليه ان هو برضك عنصر قوي جدا جدا جدا. فبالتالي احنا لازم نلعب مبارياتنا ضاغطين هجوميا ولازم نحط المنافس تحت ضغط. وتريزيجيه كمان كابتن رمضان طبعا ما انا كلمت في تريزيجيه في الاول طبعا طبعا لعيب مميز جدا. وانا قلت كمان يعني عشان اذكر تاني وقفشه اللي عمل تطوير في ادائه رهيب رهيب. بيختلف خالص اختلاف كبير جدا عن بدايه قفشه، عن قفشه في انبي، عن قفشه في بيراميدز، عن قفشه لا الموسم دوت او الموسم اللي فات قفشه عمل تطوير في ادائه بصراحه هايل. عشان كده انا بقول له حسام يعني انا عارف ان هو اكيد هيلعب بالشكل دوت، لازم يلعب ضاغط ولازم يستغل التميز الهجومي بتاعنا في الضغط على اساس ان احنا في كل المباراتين اللي جايين دول نخلصهم في النص ساعه ال 30 دقيقه الاولانيه ويستغل الغيابات كمان اللي في المنتخب الكيني. انت عندك غيابات كتيره ومؤثره يعني بالظبط. احنا وبرضك انا يمكن انا هقول لك حاجه سام، حتى لو ما فيش غيابات في المنتخب الكيني يعني احنا قادرين قادرين ان احنا سام نفرض رتمنا واسلوبنا على اي فرقه من الفرق دي وبسهوله. بس اهم حاجه الامور تتاخد بجديه. انا مش هنزل اكسب ان انا عندي العناصر القويه جدا دي وانا ما وصاحبك التوفيق كابتن رمضان طبعا دي كمان برضو طبعًا. بقت طيب يا كابتن حضرتك بتتكلم على منافسه في الدوري، منافسه قويه جدا دي ساعدت الكابتن حسام البدري مقارنه بالمرحله الاولى للكابتن حسام اللي كان فيها توقف الدوري كان اللعيبه لسه مش جاهزه. حضرتك بتتكلم على جاهزيه بدنيه. طيب في بعض الناس وهاخد راي حضرتك ان بيقولوا ان كان الاختيار ممكن توسع شويه، يعني انت بتتكلم على خمس ثمان اختيارات من النادي الاهلي، خمسه من الزمالك، خمسه من بيراميدز، وخمس محترفين وخمسه انديه مختلفه زي سموحه وسيراميكا.
من وجهه نظرك كان ممكن الكابتن انت طبعا متابع الدوري المصري بشكل كبير، هل كان في لعيب او اتنين ظهروا بشكل جيد جدا كانوا يستحقوا ان هم على الاقل التواجد في هذه القائمه، ولا انت شايف ان الامور تمام التمام ما فيش اي عنصر جديد كان ممكن يخش؟ لا انا هقول لك يعني الاجابه الحقيقه يا هاني بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان اي مدير فني لما بيجي يختار لعيبه بتاعته بيختار ان هو هيلعب ازاي، طريقه لعب بتاعته ازاي، هيوظف اللعيبه اللي جايبها دي في اي مراكز، صحيح الربط اللي هيحصل في الملعب ده هيحصل ازاي من خلال اختياراته. فدي نمره واحد. لكن انت لو بتتكلم الحقيقه على في لعيبه اثبتت وجودها في الدوري المصري، لا في لعيبه كتير. يعني انا في رايي ان محمد ابراهيم عامل فتره كبيره، مستوى هايل الحقيقه، واخد على خطر. بس هي دي المشكله. يعني هي دي المشكله سهام. انا النهارده لعيب موجود في وعندي فرص كتيره جدا ان انا اتاخد، لكن انا لما اخد ليه حق يزعل يا كابتن رمضان؟ ليه حق يزعل؟ بس يزعل وما يتكلمش، يزعل ويشتغل في الملعب. ليه حق يزعل وما يتكلمش؟ لا يزعل ما يتكلمش. انت عارفه ايه؟ في حاجه مهمه جدا للعيب اللي هو اذا كان في النادي او اذا كان في المنتخب، اللي هو بيبقى بره السكور فتره مثلا، او ما بيلعبش، او مثلا زي الاختيار الاخير ده ما يبقاش موجود. بالعكس ده دي تديله فرصه ان هو يجتهد اكتر، وان هو يشتغل اكتر، وان هو يركز اكتر عشان ينضم الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. هو كابتن حسام قال كده، قال انه باب الانضمام للمنتخب ما زال مفتوح بالظبط. لكن انا بعيبي الحقيقه على اللعيبه اللي هي كانت خرجت بره القائمه يا هاني، ان في لعيبه اتكلمت بشكل مش كويس. طب ما هو انت مش يعني انت مش مثلا ايه فتره شهر ولا شهرين هتبقى العلاقه بينك وبين المدير الفني او الجهاز الفني لمنتخب مصر، ده علاقه ممدوده فتره كبيره جدا. فبالتالي انت لما توصل رساله سلبيه للجهاز الفني، طب انا مش هفكر فيك. أو على سبيل المثال في الوقت إن أنا ممكن جدا زي ما حضرتك بتقول إنها الكابتن حسام عنده مراحل، دي مرحلة بالزبط معينة بتمر بيها، ممكن بالزبط هو يكون عينه مثلا. لو بنتكلم على أكتر اتنين يمكن كان في بعض السوشيال ميديا اتكلمنا عليهم، محمد إبراهيم وعبد المنصف، فده كان وقلت أنا الرسالة ديت إنك في الوقت دوت بالعكس إنك بتساند المنتخب وتتواصل أو تواصل مشوارك من خلال ناديك بأداء أكتر من رائع. وايش يعني ممكن جدا كابتن حسام عامل حسابه محمد ابراهيم معايا في التجمع اللي بعديه لو على هذا المستوى، عبد المنصف ممكن ياخد على لو هذا، لكن ممكن التصريحات دي تاثر على اختيارات الكابتن حسام في الفتره اللي بعديها اكيد طبعا. يعني انا هقول لك حاجه، انا عاوز اضيف لعيب تاني يمكن مش ناس كتير واخدين بالهم منه. اتفضل يا كابتن. شادي حسين. شادي حسين ده شادي حسين سيراميكا سيراميكا رئيس حرب، عنده حاجات بقى في كمهاجم حاجات مش موجوده في مهاجمين كتير، عنده القوه السرعه والباور حاجه رهيبه. شادي حسين مثلا هو بيعمل مثلا مراوغه ولا حاجه بتلاقيه السرعه والقوه بيضرب اي حد اي حد، وبالتالي بيخش 18 كتير جدا. صحيح فده كمان مستقبل، لان هو الولد بردك 26 سنه او ما ورد يا كابتن كل الاسماء دي في الليسته الكبيره. الكابتن حسام ما عندوش ب 28 ده عنده مصر كلها وفي لسته كبيره ممكن يعني يكون متواجد فيها. القايمه اللي احنا بنتكلم عليها دي مش قايمه نادي، انت بتتكلم على 30 لعيب، ده انت بتتكلم على شوف بقى كل الانديه. صحيح بتتكلم يعني المساحه موجوده وكل لعيب يثبت وجوده الفتره اللي جايه دي، بس من غير كلام. انا النهارده بشتغل انا لو كنت بشتغل بس بنسبه 80% لا انا هشتغل بنسبه 95%، هنشتغل بنسبه 100%. اللي ما بيضايقش الكابتن رمضان انه اللعيبه يعني بتطلع او تعبر عن حزنها او احباطها، ساعات بتقرا من التعليقات او الكلام اللي بيبقى مكتوب عن عدم انضمامهم للمنتخب، بتقرا كده يعني كان في لعبه بتتلعب. يعني بيبقى في مجمل الكلام اللي بيتكتب عن اللعيبه اللي ما انضمتش ان في لعبه، ان في حسابات، ان في مصالح. فهو دوت اللي بيخليك تفتح ايه ده، هو فعلا هل كابتن حسام البدري له حسابات اخرى؟ لا. هل كابتن حسام البدري يعني له مصالح معينه؟ هو ده اللي هو في سهام مصلحه اكتر من مصلحه حسام البدري، حسابات فنيه يعني، لا من مصلحه حسام البدري نفسه. ما انا من مصلحتي انا كمدير فني تنجح لمنتخب مصر تنجح. ان انا انجح ان انا اجيب اللعيبه اللي هتكسبني. يا جماعه لا لازم نفكر خاصه في اختيارات المنتخب، خاصه اختيار منتخب مصر، يعني دي اختيارات لازم تكون
اكيد اختيارات على مستوى ان كابتن حسام البدري. وانا تاني بقول اتحطينا انا نفسي اتحطيت في الموقف ده دايما، الاختيارات مين الافضل اللي يفيدني على المستوى على مستوى المباريات اللي جايه، بغض النظر بقى على اللون الفانيلا او التيشيرت او الانتماء. فده مهم جدا. هنتواصل مع حضرتك كمان في التشكيله اللي تفتكر حضرتك ممكن كابتن حسام يبدا بيها، لكن نطلع فاصل ونرجع مع الكابتن الكبير رمضان السيد. طلبنا من حضراتكم التفاعل في بداية الحلقة مع سؤال حلقتنا النهاردة، ايه هو التشكيل الامثل من وجهة نظر حضرتك؟ السؤال هو مطروح على الشاشة، اختار التشكيل الامثل لمنتخب مصر امام كينيا. وده يمكن السؤال اللي سأله طبعا زميلي كابتن هاني لكابتن رمضان، بس عايزين نستعرض يعني التشكيل من وجهة نظر حضراتكم زي ما بعتولنا. يمكن الاختلاف يمكن في الخط الدفاعي فقط، لكن في يعني اتفاق كبير جدا على شناوي، على أفشة، صلاح، اكيد تريزيجيه. محمد مسعود من فيسبوك بيقول الشناوي، أشرف، ياسر، حجازي، هاني، سليا، نني، أفشة، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، تشكيل متوقع وبراهن عليه. لما نشوف يا محمد إن شاء الله. كمان محمد مصطفى بيقول شناوي، محمد، هاني، الونش، أحمد حجازي، أيمن أشرف، طارق حامد، محمد النني، محمد صلاح، أفشة، محمود حسن، تريزيجيه، ومصطفى محمد. على مستوى تويتر محمد عوض بيقول حراسة المرمى الشناوي، أيمن أشرف، حجازي، الونش. أيمن أشرف طبعا باك شمال، حجازي والونش قلبي دفاع، محمد هاني باك يمين، طارق حامد والنني محور ارتكاز، أفشة، تريزيجيه، مصطفى محمد وصلاح، دول رباعي خط الهجوم. أحمد الجبلاوي بيقول أيضا الشناوي حراسة المرمى، هاني، حجازي، الونش، أيمن، حاطط السلية جنب النني، وحاطط طبعا صلاح، أفشة، تريزيجيه، ومصطفى محمد في الخط الأمامي. من انستجرام أسماء بتقول شناوي، أيمن أشرف، محمود الونش، أحمد حجازي، محمد هاني، النني، السلية، أفشة، صلاح، تريزيجيه، ومصطفى محمد. أحمد حسام كمان برضو بيقول طبعا الشناوي، أيمن أشرف، محمود الونش، أحمد حجازي، محمد هاني، عمرو السلية، النني، أفشة، صلاح، تريزيجيه، وبرضه مصطفى محمد. يعني ما فيش اختلاف على الشناوي كابتن رمضان، أكيد أكيد. ولا على صلاح، ولا على تريزيجيه تقريبا، ولا على أفشة، ولا على أفشة زي ما حضرتك كنت بتتكلم، هو ولا على مصطفى. في عناصر كتيره كابتن عليها يعني اجماع كامل. طبعا. الاختلاف وحاجه لحضرتك في الاختلاف ونتناقش عليه. الاختلاف بعض الناس بتقول ان يبدا مثلا بالنني والسولية، في ناس بتقول طارق حامد طارق حامد والنني. في ناس بتقول لا، ممكن يبدا بالسوليه وحمدي فتحي على سبيل ان الاثنين بيلعبوا في النادي الاهلي، متفاهمين بعض. خط الامامي كل الناس متفقه على تريزيجيه، أفشة، صلاح، ومصطفى محمد. خط الظهر برده ما عليهوش اي مشكله، يمكن برده في عمليه السردباك مين اللي يخش جنب حجازي. حضرتك شايف ايه التشكيل الامثل؟ طبعا السادة يعني مشاهدي قناة النادي الأهلي حطوا تصوراتهم، نحب نسمع برضو تصور حضرتك للتشكيل. يعني احنا ما فيش خلاف طبعا، الشناوي، هاني، محمد هاني، والونش، وحجازي، رغم ان انا كنت يعني بحط ايمن جنب حجازي، لان انا بقول ان ايمن اشرف من افضل المساكين الموجودين دلوقتي في الفترة دي. وبنقول ايمن اشرف يلعب ناحيه الشمال، ويمكن ايمن اشرف ناحيه الشمال في ميزه كمان ان هو بيعرف يعمل الواجب الهجومي وبيعرف يدافع بشكل قوي جدا جدا جدا. فبالتالي انت عندك الخمسه اللي فوق اللي هو مصطفى محمد ومحمد صلاح وأفشة وتريزيجيه، انت ممكن كمان طارق حامد مع النني، وانت عندك كمان محمد هاني بيعمل الواجبين، الواجب الدفاع والواجب الهجومي بشكل كويس قوي، وفي نفس الوقت كمان ايمن اشرف هيقفل ورا تريزيجيه بشكل قوي جدا، هتديله فرصه ان هو كمان يعمل اختراقاته. صحيح. وينطلق كمان. صحيح. ويبقى من غير قلق. صحيح. من غير ما يبقى في مساحات في نص ملعبنا، وخاصه زي ما حضرتك بتقول ان خروج فتوح شويه، وجود عبد الله جمعه ماشي كويس مع النادي الزمالك، لكن يمكن بعض المدربين يقول لك عبد الله جمعه من النواحي الهجوميه العبه وانا بلعب على ملعبي. خارج الارض شويه ايمن اشرف
مجهوده البدني على المستوى الدفاعي افضل شويه، وبالتالي مقبول جدا ان ايمن يكون احتكاك ايمن اشرف في الاخير. طبعا احتكاك قوي جدا جدا اذا كان في كاس العالم الدوليه. طبعا مشاركات دوليه ودوري الابطال، فطبعا هيعملها بشكل قوي جدا. بالنسبه للاختلاف طارق حامد ونني برضو نفس الحكايه، زي برضك انت لازم يبقى في توازن. صحيح. النهارده عندك الخمسه دولت يعملوا لك ضغط هجومي بشكل قوي جدا جدا، حتى لو واحد ابتدى الارتداد بتاعه مثلا صلاح مش عارف تريزيجيه اي حد مثلا يبقى شويه، يبقى انت عندك طارق وعندك صحيح. محمد هاني وعندك ايمن اشرف يامنوا لك النواحي الدفاعيه بشكل قوي جدا جدا جدا. صحيح. مهما بقى اي حد يلعب على مرتده. صحيح. ان شاء الله يكون فرقه كمان مستوى اللي هو الليفل الاعلى من كينيا. قبل الفاصل تحت الهواء كان كابتن رمضان واحنا بنتكلم على جزئيه اعتراض بعض اللعيبه اللي ما انضمتش للمنتخب المره دي مع كابتن حسام البدري، كنت تذكرت في كلامك كابتن رحمه الله عليه الجنرال محمود الجوهري. اه طبعا. ولما طلبت منه ان انت تتدرب واشتغلت على نفسك جدا جدا وعملت حتى من نفسك تدريبات تخصصيه مع نفسك. بالزبط. رحت قلت له كابتن محمود انا جاهز. انا انت عارف يا سلام، انا رحت قلت له يا كابتن انا هلعب الفتره اللي جايه. قلت له كده. فانا عملت ايه؟ انا كنت اساسي هاني، وبعدين جات لي الخلفيه فقعدت فتره، وبعدين رجعت بتمرن بمنتهى القوه. في الفتره دي سافرت انجلترا تقريبا. سافرت انجلترا. وبعدين رجعت فبره السكور حوالي 4-5 مباريات. فانا ولا اتكلمت خالص، انا رحت قلت للكابتن جوهري. انا طبعا الكابتن جوهري ده ليه فضل كبير جدا جدا عليا يعني كمان يعني. فقلت له يا كابتن انا الفتره اللي جايه هلعب. قال لي رمضان وانا ابقى سعيد جدا ان انت. رحت بقى بتمرن الساعه 3 وبتمرن الصبح الساعه 7 واتمرن بالليل، بتمرن مثلا ايام 3 فترات وايام فترتين، وبعدين ودخلت بقى خلاص فورمه. وبعدين في يوم كان عامل تقسيمه هو بين الاساسي والاحتياطي، فانا كنت دايس في الشوط الاولاني بشكل يعني واضح لكل الناس، فهو نقلني من غير ما اوتوماتيك يعني كده جت. قال لي رمضان روح الفرقه الثانيه، وبعدين ماسك الفرقه الثانيه بقى ايه بيعنفها اللي هي الاساسي. الاساسي. فبيقول لهم بقى اشتغلوا وانتوا بتشتغلوا مش عارف ايه وبتاع وكده، ما تشوفوا رمضان الشات في الفرقه الثانيه عامل ايه، وبص انا موجود. هو كان ضمني خلاص للمجموعه اللي هتلعب المباراه من غير بقى لا كلمت ولا الجرايد ولا مش عارف ليه. انا بقول بنصح اللعيبه المستبعده كلها، كل تفكيري وكل تركيزي في شغلي. الملعب هو اللي يرجعك منتخب مصر، الملعب هو اللي يجبر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده حسام البدري ان هو ياخدك ويضيفك للكلام. مش الكلام. هو ده اللي بيأثر عليهم حتى في الاختيارات بعد كده. ودايما بنقول يا كابتن دايما تستخدم السوشيال ميديا، خاصة لعيبة كرة القدم، أنت عارف السوشيال ميديا كمان بتأثر بشكل كبير جدا على جماهيرية اللعيبة، بعض اللعيبة بتتجه للسوشيال ميديا بشكل غير احترافي. بالظبط. وبشكل هو بيضر هو شخصيا وبيضر مستقبله بشكل كبير جدا. بالظبط. فالتعامل كمان السوشيال ميديا على مستوى لعيب كرة القدم لازم يكون بحساب. علشان مصلحته هو، وبالتالي كابتن حسام البدري كل الاحترام لاختياراته، ودايما احنا سبورت ليه. حضرتك على مر العصور لما قائمة المنتخب بتطلع ياما الناس بتتكلم وانتقادات كبيرة جدا، فعايز ارجع من دي لنقطة، هل الكابتن حسام البدري لو النتيجة تساعده في مباراة كينيا هل من الأفضل ليه الاستغناء تماما عن الخمسة المحترفين ويبدأ يشوف العناصر اللي الدوري المحلي أصدرهم ليه في مباراة جزر القمر، واحنا خاصة لو كسبنا يعني كينيا خلاص ضمننا التأهل بشكل كبير جدا. بالزبط. هل دي رؤية فنية حضرتك تتفق معاها، ولا نستخدم كمان القوة الضربة في مباراة جزر القمر في القاهرة؟ لا أنا أعتقد إن دي رؤية فنية مميزة جدا جدا جدا. أنا مباراة كينيا إن شاء الله بإذن الله هنحسم إن شاء الله. المباراة الثانية أنا أريح مجموعة من اللي هم الناس المحترفين والناس الكبار عندنا الأسماء الكبيرة قوي، ولاعب المجموعة اللي هي ما بتلعبش، عشان كمان ادخل معايا المجموعه دي. برافو عليك. يعني هدخل. تدخل بقى مين يا كابتن؟ لو انت من كابتن حسام يعني ايه الاسماء الجديده تقول دلوقتي تايم ان انا ادخل اشوف 1 2 3 في مراكز معينه من القائمه الكبيره اللي اخذها الكابتن حسام، تحط مين من اللعيبه دي؟ يعني حسام حسن الحقيقه لازم ياخد فرصه، لانه من اللعيبه المميزه جدا. لو بنعمل تقييم للدور الاولاني هو من اميز المهاجمين اللي موجودين. هداف الدوري. هداف الدوري، وفي نفس الوقت
هو مثلا مش بيلعب مثلا مع اهلي او زمالك صحيح. لا ده هو هداف الدوري مع سموحه صحيح. سموحه فريق كبير وكل حاجه، لكن الناس اللي بيخدموا عليه مش زي الناس اللي بيخدموا على بواليا او بيخدموا صح. على محمد شريف او بيخدموا في النادي الاهلي في النادي الاهلي. فبنتكلم على ديت، ده الراجل ده لازم ياخد فرصه طبعا. في مثلا في بتاع طبعا احمد فتوح للاصابه الحقيقه، عبد الله جمعه لازم ياخد، لان عبد الله جمعه برضك عنده الحقيقه النواحي الهجوميه متميزة. بيشتغل في التلت الهجومي بتميز الكورسات، ولما بيخش جوه بيعرف يسدد وبيعرف يشتغل مع راس الحربه، فبرضك لازم ياخد فرصه. احمد ياسر ريان طبعا، احمد ياسر ريان نفس الحكايه برضو، كل المباريات اللي لعبها الحقيقه عاملها بشكل قوي جدا، وسجل في كل مبارياته الحقيقه اللي لعبها، وده حاجه كويسه قوي. مهاجم اولا واعد، وفي نفس الوقت يعني انت عندك كمان في لعيبه الحقيقه في المنتخب الاولمبي، يعني مستقبل مصر 10 سنين جايين، ل 10 سنين جايين احنا عندنا هيبقى منتخب قوي جدا جدا جدا. والكره المصريه الحقيقه انا في رايي انها تعمل طفره كبيره جدا في الفتره الجايه على المستوى الافريقي باذن الله. عايز اتكلم على المنتخب الاولمبي سعيد سريعا جدا كابتن رمضان، والجلسات الكتير جدا يا كابتن شوقي غريب، بيقعد مع اللعيبه وبيشرح شرح فني يعني كبير جدا وموسع، لكن عايز اسال حضرتك هل ده كافي؟ يعني هل ده كافي بدون اللعب مثلا لماتشات وديه دوليه، ولا لا ممكن المحاضرات الفنيه دي والجلسات اللي بيعقدها مع اللعيبه قد تكون كافيه؟ لا اكيد، احنا زي ما اتكلمنا في الاول خالص وقلنا ان المنتخب الكبير او لعيبه المنتخب الكبير او جهاز الفني المنتخب الكبير الحقيقه، قلنا ان احنا في احتكاك قوي جدا في المسابقه السنه دي واعتقد ان مفيش لعيبه واقعه بدنيا. هتلاقي اغلب لعيبه المنتخب الاولمبي بيلعبوا في المسابقه وبيلعبوا اساسيين وبيحتكوا باحتكاك قوي، فبالتالي انت هتلاقي يعني طبعا هو محتاج له برضك يعمل له ماتشين على الاقل يا هاني، بس يشوف في ظروف كورونا بس هي بس كورونا هي اللي مشكله كورونا مشكله. واحنا ما حدش طبعا يسال شوقي غريب ويقول له انت ما عملتش ماتشات ليه؟ لان هو ده غصب عنه، هو حاول على فكره يقدر يغلطه يعني. طبعا هو حاول على فكره انه يعمل حتى في فترات كان بيتفق حتى مع مباريات كبيره مع منتخب الارجنتين، انت عارف منتخب الاولمبي كمان فاز على البرازيل طبعا، وكان طبعاً اول فريق في منتخبات مصر على المر الرسمي فاز على البرازيل طبعاً. على البرازيل بشكل اكتر من رائع. اكلمك برضو على المنتخب الاولمبي من منطقه تانية يا كابتن، حضرتك بتتكلم على جيل مميز جدا للمنتخب الاولمبي، مش دلوقتي حان الوقت ان هذا المنتخب اعتقد ان الكابتن حسام البدري لازم على الاقل يضم على الاقل 7-8 لعيبه موجودين، يبقى ده عصب المنتخب الاول، بالاضافه طبعا للعيبه الخبرات، لان الجزئيه دي عطلتنا شويه في مراحل من مراحل اللي فاتت، كنا بنبدا متاخر على طول متاخر، يعني بنطلع الاولاد دول متاخر. عندنا اولاد مميزين هيلعبوا اولمبيات، وطبعا بعد الاولمبيات هننتهي مهمه المنتخب الاولمبي، وبالتالي هيكون عناصر كتيره جدا مع الكابتن حسام البدري اعتقد من هذا المنتخب، لان بتتكلم على عناصر كلها عناصر مميزه يعني. طبعا عشان كده انا كنت بتكلم دلوقتي هاني بقول ان احنا المنتخب الاولمبي ده هيدينا فرصه 10 مواسم ان شاء الله باذن الله نعمل تفوق صحيح في افريقيا، تفوق كبير جدا، لان انت لسه دلوقتي ذاكر حاجه يا هاني الحقيقه، مباراه منتخب الاولمبي مع البرازيل انت ما كسبتهاش بضربه حظ، ده انت كسبتها بتفوق طوال وقت المباراه 2-1 طوال وقت التفوق، يعني حتى مش نتيجه انت ممكن تخطف جولين مثلا صحيح باداء لا كمان باداء بتفوق بفكر بحاجه كبيره جدا جدا. فبالتالي لا احنا يعني اول ما نخلص ان شاء الله باذن الله الاولمبياد، انا في رايي ان من 10-12 لعيب ينضموا للمنتخب الكبير صحيح. الافضل للمنتخب الاولمبي انه يدخل في معسكر مغلق ولا المعسكر المفتوح افضل له؟ لا هو حاليا دلوقتي طالما ما فيش مباريات يبقى المعسكر المغلق ده هيبقى فيه افاده الحقيقه، لانك انت ما فيش مباريات وكمان المعسكر هيبقى مفتوح، فبرضك الدنيا ما تبقاش برضك متظبطه بشكل كويس. هو حاليا مفتوحه كده، ما انا عارف انا بقول افضل ليه، انا بفضل ان طالما ما تواجدتش مباريات العبها عشان الاحتكاك يبقى انا اقفل على لعيبتي واكثف بقى في التدريبات النواحي الهجوميه القطاطيه الضغط بقى بتعمل ازاي، النواحي الدفاعيه الفرقه كلها بتضغط ازاي، الفرقه كلها بتهاجم ازاي، اكثف
يعني حتى النظري كمان برضك نفس الحكايه، وانا قافل على لعيبتي ما فيش مشكله خالص ان انا حتى النظر ابقى فيه كثافه شويه عشان اعوض الحقيقه عدم لعب المنتخب الاولمبي لمباراه وديه. دايما السؤال المطروح دايما وبنطرحه دايما على ضيوفنا، حضرتك مدرب كبير، هو الكابتن شوقي عنده 3 لاعبين فوق السن لازم او مش لازم يعني ممكن يضمهم، هو اوريدي تواصل مع ليفربول ان صلاح موجود معاهم، مين الاثنين التانيين؟ هل ياخد 2 تانيين فعلا هيستفيد منهم، ولا من وجهه نظرك لا يكتفي باللعيبه اللي عنده بشكل كبير ويبقى صلاح هو العنصر الوحيد؟ طيب انا برضك عشان اجاوب على السؤال ده هروح لناس كانت بتفكر تقول ايه يا هاني، تقول ان المنتخب الاولمبي لعيبه المنتخب الاولمبي دول تعبوا واجتهدوا ومش عارف ايه والكلام دوت وبتاع. يا جماعه لا، احنا بنشتغل باسم مصر طبعا، باسم مصر، يبقى لازم نستغل اي حاجه ممكن تميزنا في 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 ان احنا نرجع بميداليه مثلا. انت إن شاء الله. في محمد صلاح ان شاء الله باذن الله، في محمد صلاح طبعا خلاص موجود وده طبعا ما فيش اي خلاف، في الشناوي يعني لازم يبقى موجود لان الشناوي طبعا في افضل فترات حياه اي حارس مرمى في مصر، صحيح. مش كمان يعني حياه الشناوي، فبالتالي لازم يبقى موجود. في برضك خط الدفاع الحقيقه برضك انا في رايي ان حجازي يبقى موجود لان برضك يعني خبره ويقود لك خط الدفاع، يبقى قائد لخط الدفاع. مفيش شك الاثنين حضرتك بتتكلم اثنين لعبوا اولمبياد، يعني محمد بالزبط. صلاح لعب 2012، حجازي لعب 2 كاس عالم ولعب اولمبياد، خبرات كبيره جدا كبيرة. اكيد كبيرة. هتفيد الكابتن شوقي غريب. نتكلم سريعا على، عايز اتكلم على ملف الدوري؟ لا، عايز اتكلم على مباراه فاركولي عشان هم متقدمين عليهم بنقطتين، ودي مباراه الحسم ومباراه الموسم. برج العرب في اسكندريه، ملعب وراجع تاني محل دلوقتي، لازم ارجع عن تمرين بدري، التمرينتين حتى، فلازم اكون. طب قول لنا الموقف ازاي يا كابتن؟ الموقف ان هم 33 بونت وفرق عننا بونتين يعني، واحنا 31 بست نقط. طبعا، فالمباراه دي احنا لو كسبناها ان شاء الله باذن الله اعتقد ان احنا يعني الحمد لله احنا عاملين فرقه كويسه قوي. الاسبوع الكام يا كابتن؟ من احنا المفروض الاسبوع الثالث من الدور الثاني. احنا كسبانينهم في الدور الاولاني عندنا في ملعبنا، يعني كسبناهم 1-0 وكنا عاملين مباراه الحقيقه مباراه هايله. دي اللي هتحسم الصعود. ده يعني بجزء كبير جدا جدا، تبقي مثلا عديتي مثلا نسبه كبيره جدا ان انت تقدري تحسم الصعود، لان احنا برضك عندنا مباريات في ملعبنا وان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نحسمها. وقادرين ان احنا نواصل طبعا ونعمل استمراريه في تقدمنا يعني. هم كمان عملوا الحقيقه صفقات في يناير. عملوا حوالي 7-8 صفقات كويسه تقال، فبالتالي المباراه تبقى قويه جدا جدا يعني. نشكرك ونتمنى لك التوفيق. ربنا يخليكي، ربنا كل التوفيق لك يا كابتن، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله مكسب ان شاء الله يوم الخميس، ويبقى مع كمان غزل المحله بلديه المحله، يبقى كل المحلويه موجودين ان شاء الله باذن الله. وكل التوفيق لحضرتك. شكرا يا هاني. دي كانت طبعا نهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا النهارده من البيت الكبير. نشوفكم بكره باذن الله في نفس الميعاد من 10 لـ1 وحلقه جديده من البيت الكبير.